وصفة طبيعية لترميم الشعر، تطويله وتكثيفه، وكمان علاج التساقط، الهيشان، الجفاف، وكمان علاج الشعر بعد الاستشوار والحرارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اعذروني النهاردة صوتي تعبان شوية، بس طبعا ده ما وقفنيش ان انا النهاردة انزل لكم وصفة سريعة لتطويل وتكثيف الشعر. الوصفة دي يا بنات بقالي فترة حوالي شهر يعني بستخدمها بدون استخدام اي وصفات تانية، بستخدمها هي بس عشان اشوف الوصفة نتائجها هتبقى عاملة ازاي وفترة عاملة ازاي. فالنهاردة طبعا الوصفة زي ما انا دايما معوداكو مضمونة ومجربة مني شخصيا، تمام، لان انا دايما بجرب معاكو الوصفات اللي انا بنزلها لكو، مش بجرب كده او بقرا مثلا او بسمع وصفات وانزلها نهائي، مش بقلد بس، لا ده انا بجرب. فانا الوصفة دي بقالي شهر مستخدماها. عايزة اقول لكم يا بنات، شفت تنعيم وتكثيف وتطويل وكمان علاج الفراغات الامامية للشعر ده بشكل تحفة وسريع، تنفع ليكي وتنفع لبنتك، وكمان تنفع للرجال اللي عندهم صلع وراثي وصلع مبكر، وتنفع كمان لمنطقه اللحيه، للناس اللي عندهم فراغات في اللحيه ومناطق فيها شعر ومناطق التانية لا. انا حاسه اني طولت عليكم، بس حبيت الاول اقول لكم ايه مميزات الوصفه دي وليه اصلا احنا هنعملها. بس كملي معايا الوصفه للاخر عشان اقول لك ازاي تستعمليها وقد ايه تستعمليها، عشان هو ده التركيه المهمه. تنسوش الاول لايك للفيديو، اشتراك لقناتي، تفعيل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجة هعملها وهو ان انا هجيب طبق زي ده عشان ابدأ احط فيه المكونات بتاعتي. تمام، المكون الاول اللي عندنا يا بنات هو مكون يعني مش غريب، لكن يعني انا هتعامل معاه النهاردة معاملة شوية مختلفة. المكون اللي قدامكم ده يا بنات هو القرنفل، القرنفل او المسمار المطحون. القرنفل يا بنات هتقولوا لي انت ليه طحناه، ما تستعملي عادي بالحبايه بتاعته المسمار نفسه، ليه انت طحناه يا صوفي؟ هقول لكم ليه انا طحنه يا بنات القرنفل، لان انا هعمله كماسك، مش هعمله كوصفه مائيه واغليه وبعدين اصفي القرنفل، لا انا هعمل القرنفل النهارده زي الماسك على الشعر، وده فوائده اكتر واحسن من القرنفل اللي بيترش. طبعا ده عن تجربتي الشخصيه، مش معنى كده ان انتوا توقفوا الوصفات اللي بعملها معاكو القرنفل رش نهائي طبعا لا. القرنفل يا بنات بيساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتطويله بسرعه جدا، يعني عايزه اقول لكم سريع. انا هحط معلقتين وربع كده من القرنفل. مبدئيا كده يا بنات انا جبت من عند العطار القرنفل مطحون جاهز، يعني انا قلت له عايزه حبه بخمسة جنيه وكان عنده مطحنه وخليته يطحنها لي. انت بقى لو انت عندك عطار بس مش عندوش مطحون او ما عندوش مطحنه، تقدري تساليه لو هو عنده مطحنه، او تقدري تساليه لو هو عنده مطحون جاهز. تمام، لو بقى مش عنده تقدري تجيبي الحبه اللي هو القرنفل المسمار وتطحنيه عندك في الكبه. تمام، يعني سهله جدا، الموضوع بسيط. ده بالنسبة للمكون الاول. المكون التاني اللي عندنا برضو من المكونات الحلوة جدا اللي انا بحبها للشعر وهي السدر، اهو ده شكله، اسمه السدر المطحون، شايفين السدر ده يا بنات؟ بقى لو قلتلكم من هنا لبكرة قد ايه السدر ده حلو جدا للشعر مش هتصدقوا. الفوائد بتاعته يا بنات من تنعيم لفرد لتكثيف وتطويل، حاجة كده سبحان الله سحرية. انا السدر ده كنت بستخدمه لوحده في الاول كماسك لشعري، وبعد كده ضفت عليه القرنفل. انا قلت ليه ما طحنش مثلا حبه البركه او القرنفل مثلا، وبعدين رست ان انا هضيف لي القرنفل فقط. تمام، لان انا بصراحه بحب القرنفل وبحس ان انا شعري متقبله. تمام، المعلقه الاولانيه وبعدين احط نص وقلب. المقادير دي مهمة جدا يا بنات جدا فوق ما تخيلي. ليه بقى؟ لان الوصفة عشان ما تطلعش ماسكة او ما تطلعش سايبة قوي. كده كده اللي بيتعامل مع السدر هيعرف ان السدر بينزل حاجات كده، يعني السائل بتاعه بيبقى عامل زي السائل بتاع بذور الكتان، بتبقى متماسكة كده. تمام، طبعا السدر يا بنات بينعم الشعر، اخواتنا المغربيات والجزائريات بيستعملوه. طبعا حبايبي لو مغربيه او جزائريه بتسمعني دلوقتي تكتب لي تحت
وهنزل عليها بنص كوبايه من الميه السخنه. هنحط الاول نص، وبعدين لو حسينا ان الوصفه بتاعتنا محتاجه كميه اكبر هنضيف. قلبي كده، شايفين؟ شايفين يا بنات؟ لسه ما بداتش حتى اقلب وحاسه ان الوصفه متماسكه قوي. يعني شايفين الصدر بيخلي الميه ملزقه. انا حاسه ان انا محتاجه اضيف حاجه كمان، فهضيف ربع وكده في الاغلب هيبقى خلاص. اهو طبعا هفضل ان انا اقلب عشان التكتلات دي كلها تخف بالشكل ده كده. تمام، بصوا يا بنات بقى اهو التكتلات قلت جدا، ولو في تكتل هتفضلي تقلبي لحد ما تبطأ يعني او تخف خالص. بصوا شايفين الميه يا بنات؟ ميه نازله متماسكه. تمام، دلوقتي يا بنات انا عملت معاكوا اهو الوصفه كل حاجه زي الفل. بتغطي عليها وتسيبيها لمده 10 دقائق متغطي عليها، تكون المكونات كلها نزلت الخصائص بتاعتها والميه بقت مفيده جدا. تمام، دلوقتي عندك اوبشنين، ان انت تصفي الميه دي وتحطي الوصفه على شعرك كانه ماسك. تمام، الحاجه الثانيه او الطريقه الثانيه، ودي الطريقه اللي انا بعملها، وهي ان انت هتحطيها على شعرك وتدهنيها على طول من غير ما تصفي. لكن خلوني الاول انبهكم ان الصدر والقرنفل حبيبات صغننه جدا، فانت لما تيجي تغسلي شعرك بعد ساعه من الوصفه دي هتغسليه حوالي مرتين كده ولا حاجه، او تغسليه بالميه كويس. يعني انا اول ما بغسل شعري بقعد حوالي 10 دقائق اغسله بالميه لحد ما انزل الحبيبات بتاعه الصدر. تمام، وبعد كده بنزل عليه بالشامبو ينزل لي باقي الحبيبات خالص، وشعري ما يبقاش فيه اي نوع من انواع اللي هو الحاجات صغننه كده عامله زي الرمله. تمام، لكن لو صفيتيه مش هيبقى فيه اي حاجه من الحاجات دي. انا مش بصفيه بصراحه، بحس ان هو بيديني فايدته الزياده لما بسيب المكونات على فروه شعري. تمام، هستخدم الوصفه دي ازاي؟ كانك بالظبط بتحطي مثلا صبغه، يعني مش هتدهنيه بس هتمسكي المكونات او ترمي كل ده على شعرك واحده واحده، وانت طبعا عماله بقى تليسي على شعرك الكلام ده كله. تمام، الوصفه دي يا بنات بتطول الشعر حرفيا بسرعه، وبتكثفه وبتعالج طبعا التساقط والكلام ده كله. فالوصفه جميله ومفيده، وانا شخصيا يعني بحبها وبحب ان انا استعملها. هتستعملي الوصفه دي مره واحده في الاسبوع او مرتين على حسب احتياج شعرك. لو انت شعرك جاف هايش متقصف بايظ من الحراره من الاستشوار من المكوى من الصبغات والكيراتين والبروتين، فالوصفه دي هتفيده وهتعيد يعني رونقه. والناس طبعا احنا في الصيف دلوقتي، فالناس اللي بتنزل البحر الميه المالحه بتنزل بسينات الكلام ده كله، ده كله هيعيد تاهيل شعرك لان البلح بيبوظ الشعر. تمام، الكمية طبعا الكبيرة تحت البحر، فاستعمليه هيعيد تهيئة شعرك ويخليه احسن كمان من الاول. بس كده اكون خلصت معاكم الوصفة. لو الوصفة عجبتكم تنسوش ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتعملوا مشاركة لكل حبايبكم وصحباتكم في الوصفة دي، وقولوا لهم يعملوا لايك كمان واشتراك. بس كده ومع السلامة.